السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدث مدافع المنتخب الوطني الجزائري لاعب نادي الخليج السعودي الجديد عن أفضل لاعب عربي خلال السنوات الأخيرة، وقال جمال بالعمري في ستوري عبر صفحة فريقه الخليج رياض محرز هو أفضل لاعب عربي في السنوات الأخيرة، وتابع حديثه قائلا: من دون منازع الأكد أن رياض محرز أفضل من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح فشل في قيادة الفراعنة في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.